ونرجع بيه. دايما بحس ان محمد صبحي ده، ما تسالنيش ليه يعني، ما عنديش اسباب، بس دايما بحس انه لعيب مظلوم. يعني في نادي الزمالك دايما الناس اسمه تردد بالمشاكل، بالتجديد، بالعقود الكبيره، بالملايين، الصبحي عايز فلوس. وبعدين اجي استفسر، وعادي صبحي بكام؟ وعادي صبحي اخد كام من الزمالك؟ وصبحي ده بعد الدوشه دي كلها معاه فلوس كتير؟ يقولوا لي يعني في الخفيف الخفيف. بس يا كابتن، انا طلعت اول لما جيت من بتروجيت، جيت الزمالك، فقعدت اول سنه. السنه دي احنا خدنا فيها 3 بطولات: الكاس، السوبر الافريقي، السوبر المصري. صح. لما كسبنا البطولتين في اسبوع، فبعدها الكابتن شوقي كان الاولمبياد ساعتها وبتاع، انت لازم تطلع تلعب فروحت الاتحاد سنه، والحمد لله ربنا وفقني مع كابتن حسام، وكنت عامل سنه كويسه. فجيت ارجع الزمالك، فحسيت ان انا لا، مش هلعب. فطلعت اللي كان ساعتها فرق. كارترون، طلعت له قلت له لو انا مش هيبقى ليا دور مشيني، يعني انا بحب العب. فقال لي لا انا عايزك وبتاع، قلت له لا، ما شكلها كده ما فيهاش لعب. في 3 جنش وعواد وابو جبل، تلعب فين؟ مش حكاية ألعب فين، أنا ألعب عادي، على الثلاثة في التوقيت ده؟ ألعب حقي، أتمرن وأشتغل لا وألعب. حقك طبعا، بس أنت بتتكلم على 3 أسامي في التوقيت ده، أسامي أيوة، بس جامدين أنا يعني. كنت عامل سنة كويسة وحاسس، وكنت واخد أفريقيا مع المنتخب الأولمبي، وأنا حاسس إن أنا ألعب برضه. فوداك فاركو. لا أنا رحت فاركو، رحت فاركو، خدت السنة دي تحدي بيني وبين نفسي بصراحة. يعني أنا قاعد مع مستر جون، قلت له أنا السنة اللي فاتت عملت 10 كلين شيت، انا السنه دي عامل 15 او 16، وفعلا عملت ال 15 كلين شيت. قلت له انا هطلع السنه دي لا يعني او 17. مش طب دايما زي ما بنسمع عندك طلبات كتيره في عقودك، في قصتك، في تجديدك، ولا دي مش عارف خالص. انا على فكره يا سيف، عايز اقول حاجه بس في الكلمه دي. انا دلوقتي ده انت الاعلام كله كان بيقول صبح رايح الاهلي، صبح رايح الاهلي. انا كلمت الورقه اللي هي المفروض تيجي من فاركو للزمالك، يعني يوم 10 باين او يوم 20، لا كان يوم 7. فانا يوم 6 ده انا كلمت امير مرتضى، هو ما كانش في حد في الاداره فعلا، وكان ده اكتر حاجه مضايقاني. هو كانت شيكا كلمني، قلت له يا كابتن انا ارجع ازاي وانا حاسس الاداره مش عايزاني، مفيش حد كلمني. فقال لي طب هشوف واحنا عايزينك وبتاع. قلت له ماشي يا كابتن شيكا، انت حضرتك لعيب كبير في الفرقه على عيني وعلى، بس انا ارجع ازاي؟ اروح الاداره انا اقول لهم انا عايز ارجع؟ ما اكيد لازم حد يكلمني، عايزيني ولا لا، ولا اروح فين، ولا كان اجي حد في منين. الاهلي يتكلم معاك بقى في التوقيت ده؟ الاهلي كان بيتكلم معايا في الوقت ده عن طريق مين؟ امير توفيق. امير توفيق. تمام. بس انا من اسباب اللي انا ارجع النادي يوم ماتش فاركو والزمالك 1-0. وانا خارج من الملعب، انا كنت عامل ماتش كويس الحمد لله، وانا خارج من الملعب الجمهور كله احنا عايزينك ترجع وبنحبك وبتاع. من اسباب اللي انا ارجع بصراحه هو جمهور نادي الزمالك. والله واكيد والله عقد كويس. انا مش طالع كبسيف عشان ولا عايز حد، يعني مش بجمل كلام عشان حد يحبنا اكتر، ولا انا الحمد لله. بس كان عقد كويس اكيد، كان احسن اوفر الزمالك. كان عقد مليون. بمليون جنيه؟ رجعت بمليون جنيه الزمالك؟ وكملت انا التجديده ديت. انا جيت كان عادي 700 800 900 مليون مليون 100 لحد السنه كام؟ مليون 100 ده لحد اخر السنه اللي السنه دي اللي هي فاتت دي اللي هي خلصت، كان اللي مليون فاتت 100. لعبت بمليون جنيه؟ وده اكتر حاجه يا كابتن كنت عايز اوضحها للجمهور بس بجد. انا كنت في فرق كان عادي كبير، وكنت ماشي السنه دي على قد الفلوس اللي انا واخدها. اما رجعت الزمالك ما لقيتش فيه دخل، فبدات ابيع. يعني كنت شاري بيت مثلا، بدات ابيعه، شاري عربيه بعتها وجبت واحده اقل. كنت حسيت لا، انت حضرتك عارف يا كابتن سيف لما حد يبقى ربنا كرمه وفجاه يبقى لا انت ما بياخدش خالص. فلا، هي دي كانت مأثره في نفسيتي قوي، وما كنتش عارف اركز، عمال استلف فلوس فكنت تعبان. يعني وانا دايما اقول مثلا لعيب كوره او اي حد في الدنيا دي تعامله نفسيا حتى كويس. انا كنت حتى نفسيا ما كنتش احسن حاجه. مبسوط نفسيا دلوقتي؟ لا، مبسوط نفسيا مش عشان فلوس ولا عشان تجديد، عشان حاسس اللي لا، يعني حضرتك الاداره لما بتيجي تتكلم بتقدرك.
مش فلوس بس بتتكلم معاك. بس اكيد ماليا برضه. بس والله العظيم هو الرقم المليون بقى كام؟ في التجديده بقت كام؟ طبيعيه ليها كام؟ الحمد لله الحمد لله. يعني قلنا 800 وال 900 والمليون قلناهم دول بقلب جامد. التجديده بقى اما القصه راحت في منطقه ثانيه خالص يبقى ايه؟ والله الحمد لله ربنا عوضني يا رب. ربنا يكرمك يا رب. وانا كنت عايز اقعد في النادي يا كابتن. انا كنت بكلم الكابتن عبد اقول له يا كابتن يعني انا عايز اقعد يعني خلاص النوادي كلها بتكلمني. ايوه انت كنت بتكلمني في التليفون وتقول لي وانا كلمت حضرتك مره. ايوه انا ما عنديش مشكله خالص انا بحب الزمالك وعايز اجدد انا لو مش عايز ارجع انا كنت هاخد في فاركو يعني من مليون كنت هاخد مبلغ خيالي. انا عمري يعني عمري ما مسكت المبلغ ده في حياتي بس سبت ورجعت للمليون. قلت لا هرجع على الفرقه. كانت ساعتها غريبه. انا لعبت قصادهم فلا انا لو رجعت وشديت حلو ولعبت مع الفرقه دي لا انا هبقى في حته تانية. اي انت الزمالك حب بقى. بص يا كابتن سيف انا مش والله العظيم ما اقول الزمالك نادي كبير قوي طبعا واي حد يتمنى انه يلعب فيه طبعا. وانا انا لما رجعت كنت مبسوط. انا ما كنت زعلان في الاول بس لما الدنيا بدات تضغط عليا بقى في الفلوس والمصاريف واحس لا يعني ما فيش خالص دي فتعبت نفسيا والجمهور مش عارف. انا ما بطلعش اتكلم ولا عمري طلعت اتكلمت في حاجه صح. يعني انت حضرتك لحد قريب قوي انا كنت لسه قايل لك انا باخد كام صح دي حقيقه. وعمر ما طلعت قلت ولا طلعت قلت والله ما يوم ما انت كلمتني انا طلعت قلت الصبح يكلمني وقصه كذا وعقد وكذا وقصه كذا. اصل لا لقيت الناس بتضغط على الواحد وانتم ما تعرفوش حاجه. ما هو ده اللي انا كنت لسه بقول لك من شويه يا كابتن. انت ممكن تنتقدني تعملني في مستوايا بس ما انت ما تعرفش ايه اللي ورا. ما ضغط 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 ومطلوب منك اللي انت تعمل حاجات كتير قوي وانت طب والحاجات المفروض اصلا هو لما رجعت كانت تتعمل. يعني انا اللي كلمت وانا اللي رجعت من غير ما حد في الاداره يكلمني واشتريت جمهور الزمالك واشتريت نادي الزمالك. الجمهور التفاصيل ما بقاش عارفها. ما هو ما بقاش وما فيش حد وضحها ولا انا حتى وضحتها. مش عشان انا مش يا كابتن مش من النوع اللي انا اطلع